يحدثني أحد الإخوان يقول في المدينة المنورة كثر مضوا سرابة 30 و40 سنة لا يتركون الصف الأول. وأقسم بالله هذا الكتاب عندي في مسجدي شاب ويسألني الله عن القسم يوم القيامة، أعرفه في الجامع منذ 10 سنوات، والله تالله بالله لا أذكر أن تكبيرة الإحرام فاتته طيلة 10 سنوات، لا في حج ولا رمضان ولا ازدحام ولا موسم، مستحيل أن أراه في الصف الثاني أو تكفو تكبيرة الإحرام، مستحيل، وهو شاب في 30 من عمره. جاورت رجلا مسنا بالخنساء يمن الجنسية 10 سنوات، تالله بالله ما رأيت أن المؤذن أذن وهو خارج المسجد وصاحب بقالة، لكن قبل الأذان بربع ساعة يقفل محله ويتوجه إلى المسجد. فعرفت إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن. يا إخوان خذها من أخيك الظالم لنفسه، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعدل قدر الصلاة عندك. والله من أراد أن يعرف مكانه عند رب العزة والجلال فليعرف مكانة الصلاة عنده.